أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو السريع. الأصدقاء اللي عم تسأل عن المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم آسيا تحت 23 هن المنتخبات تايلاند البلد المستضيف، عنا قطر والبحرين والعراق والإمارات والأردن وأوزباكستان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وفيتنام وأستراليا وإيران وسوريا والسعودية. طبعا عنا أفضل مراكز تانية هن منتخبات أستراليا وإيران والسعودية ومنتخبنا السوري. طبعا بالنسبة للقرعة بتتحدد بوقت لاحق ورح تكون مبنية على أساس 4 مستويات بتم تحديدها من خلال نتائج المنتخبات بآخر نسخة من البطولة. المستوى الأول رح يكون عنا تايلاند وأوزباكستان وفيتنام وقطر، والمستوى الثاني كوريا الجنوبية واليابان والعراق وكوريا الشمالية. أما بالنسبة للمستوى الثالث هو الصين وأستراليا والأردن والسعودية، والمستوى الرابع سوريا وإيران والإمارات والبحرين. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا السوري بهاي البطولة. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى تبقوا على اطلاع دائم بالفيديوهات والأخبار والتصريحات اللي نحن عم نرفعها على القناة. شكرا لكم.